تبع الأمريكيون أمس خلال الشريط الممتد من ولاية أوريغون غربا إلى ولاية كاليفورنيا الجنوبية شرقا كسوفا كليا للشمس في ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقارب 100 عام. لأول مرة منذ 99 عام تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كسوفا كليا للشمس، ومن المتوقع أن يبدأ في 5:46 مساء وينتهي في تمام 11 مساء بتوقيت القاهرة، بينما تستمر الفترة التي يغطي فيها القمر الشمس كليا 1:40. ويمتد الكسوف الكلي من الحدود الغربية حتى الحدود الشرقية على مساحة 112 كيلومترا بدءا من شاطئ لانكلان في ولاية أوريغون وصولا لجنوب كاليفورنيا. وقد توفد المواطنون لشراء نظارات آمنة لمشاهدة تلك الظاهرة في الحدائق والميادين العامة. أعتقد أن هذا أجمل شيء يمكن أن تراه في السماء، فحينما ترى الشمس في حالة كسوف كامل والهالة الشمسية حولها يمكن النظر إليها بعينك المجردة لمدة قصيرة بدون تأذي، فحينما يغطي القمر الشمس بشكل تام ترى السماء كأنها لعالم مختلف، وترى النجوم في النهار وترى غروب للشمس كامل بمقدار 360 درجة أمام عينيك. في الوقت نفسه أرسل مجموعة من الباحثين والطلاب بالونات مزودة بكاميرات فيديو وحواسب آلية لإرسال صور للأرض لمحطة أرضية لبث فيديو مباشر عن الظاهرة.